في الطاكسي ديال الكسيده مشات ماما هبطوها للبلوك مسكينه واخا لاله انا نتكلم سير ماما سير ماما شنو سميتك سميتك وانا سميتي بشرى صافي ما تخافيش مات ماما شنو واش حاسه براسك مضروبه كنت من زدها شفت بزاف دمعيات شنو ماما واخا ما تكملش تخافي اجي فاتي عافاك اختي اللي ما خليها عندك هاد البنيته وما تعطيها لتا شي حد واخا داكو حبيبه بقاي مع فاتي انا نمشي نشوف الاخرين ونرجع عندك واخا شوفي واخا الروج في الملان ودي دوشي علاش دوك جدار ميا لوحي كلشي اي لوحي كلشي لوحي كلشي شد شي واش فارق ولد القردق وعتقول روح وعبد الله واي بطله وعطكم واي بطله وعطكم فاتي فين هي البنت جات جداتها وجدها الدواء ويلي صاحبتي الى جدها وجدتها باش عرفتيهم مسكينه غير شافت جداتها وهي تلح عليها مالك هيت النهار كله وانا واقفه ايوا راه حاجه طبيعيه حيت كتجهدي راسك بزاف عرفتي شنو انا نمشي نرتاح شويه الى جا شي حد ولا كانت شي حاجه عيطي ليا صافي انا فلاش عمق واخا غوبوز توا عتق 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 اخويا عتق عتق سير 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 هز اخويا من كتاف من كتاف سير بشوي راه مدقدق انكشتيها صاحبي سير سير شخشخو ولاد الحرام السلام عليكم سير اخويا سير سير عرفتي واقيلا حتى اليوم غادي نبات بلا نعاس جي واش انتي شتي الراجل اللي مضروب شكون اللي عرف الشيفور ديالك ميلودو هو اللي جابو كاش عليا Thank you.
سلامة سلامة. سمعت واحد الضابط ديالكم سميتو كريم تعرض للاغتيال من طرف القاعدة ديال المغرب العربي، شنو هادشي كتسمعوا؟ أولا الضابط مازال على قيد الحياة، ثانيا سبب الحادث مازال ما عرفناش. قلنا ما خصنا نكتبوه، شنو نقول القراء ديالنا؟ بدون تعليق، التحريات عاد بدات، وطفي ذاك الكارو من الأدب. سي طرلتي اش من جديد؟ كريم مازال شي باغي يبوبا في الساعة، ولكن حالته ماشي خاطر على حسب ما كنقول الأسباب. وقل الدكتور نجي يدوز يشوفو، درتي عليه الحراسة؟ نعم سي عمي درناها. خصنا نعرفو في أقرب وقت شكون وراء الحديث. إذا كان يتعلق الأمر بالمهام ديالو خصك تدوزو القضية لابريكات باش يربحو الوقت. كاين شي شغل؟ في الساعة الشهر الوحيد اللي تكلمت معاه البارح هو موجود، كنا كنسيرو زيد العميد باش تشوفو. واش تاهو نديرو عليه الحراسة؟ لا تنشوفو من بعد شنو غادي يقولونا، غير هو تا بلاغ للصحافة. عاد لقيت واحد منهم تتلقى لي هاد الصباح، راك عارف الملف ديال الإرهاب حساس. بطبيعة الحال، ها الشاهد اللي تكلمت لك عليه. السلام عليكم. عاود لينا كل شيء من الاول. مع ضرب داك الفار كيبان ليا بحال الخيالات تيشتفوا على شي واحد. ملي تيشتفوا عليه انا شكيت. غير كنقرب. ولكن يا استاذ الغربي هاد القضيه راه باينه ليا ماشي عاديه. هاد الشيء كيخبي شي امور خطيره. انا كيبان ليا نسبقوا ونشروا هاد الخبر في هاد العدد. وانا كيبان ليا باللي ما كاين حتى شي دليل ملموس، فهمتي؟ يمكن تكون مجرد حادثه سير عاديه، ولكن علاش العامي التاقم توتر هاد الايامات؟ دونك القضيه مهمه. اسيدي توتر شغلو هذاك، بالنسبه لي انا ما غاديش نشرو في هذا العدد، والعدد الجاي نقدروا نفكروا في الموضوع الا سمحتي. ولكن الا سبقنا شي واحد يا سيدي اللي بغى يسبق يسبق. ودابا دابا انت غتوريني في خدمتي انا. اسمع لي يا استاذ، راه عندي معلومات دقيقه انا. يا سيدي حتى تكون الجريده ديال با كنشر فيها اللي بغيتي. لا ولكن اسمع لي يا استاذ، ما وصلناش هاد القضيه. انت وصلتيني لهاد الحاله. لا ما وصلتش هاد الاستاذ، اسمع لي فهمتي. صافي الله يخليك. الحالة ديالو بدات تحسن. انت عندك سيرفيس دو نوي؟ وي. دونك ممنوع الزيارات، اوكي؟ اوكي دكتور. ماشي بزاف، شي سيمانة. وهاد السيمانة انت اللي كنتي مقابلاني؟ وي. انا نمشي نعيط على الطبيب، ما تحركش. سيدي الغدا ديالها وغادي تلعب عليك.
خلعتينا عليك صاحبي. انت اللي جايب الورد ياك؟ كي وليتي اليوم لاباس؟ كنتسنى غير الدكتور يخليني نخرج باش نمشي نصفي عليهم دوك ولاد الحرام. وعرفتيهم بعدا شكون هما؟ هذوك اللي كنت تابع سير غفلوني. عندك الزهر جا مول الطاكسي، هما راكم نقتلوك. سي كريم، إلا بغيتي تخرج ضروري توعدني باش ترتاح. غنحاول يا دكتور. هادشي ما فيش غنحاول، ضروري خاصك ترتاح. ان شاء الله. دكتور ديك البنت اللي كانت مكلفه بيا اللي عطاتني الدم. لانفيرمير بوشار. ما كرهتش نشوفها قبل ما نخرج، بغيت نشكرها. هي ما خدامش اليوم ولكن بلغ لها السلام. شكرا دكتور. المحطة القادمة السوق المركزي. بروشين ستاسيون مارشي سنترال. غادي نكذب عليك الا قلت لك القهوه ولا ما القهوهش، داكشي ديال البوليس ممكن ندخل فيه. بغيت نعرف السي ميلود علاش داروا لي ديك التمرميده؟ اودي الا قلت لك علاش داروا لي ديك التروبيله ومنين هما شكون هما راه كنكذب عليك. داكشي اللي شافت عيني هو اللي نقول من غيره ما نزيد ما نقص. هادشي اللي كاين. وي شاف لا ريبلي. سي ميلود اش كدير؟ اسكت حتى لا لا والله تتشد. لا 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 الله يخليك الله يخليك. لا 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 جزاك بخير. لا لا ماشي مريقي ولا شي حاجه. الاتعاب ديالك شد والله تتشد. واخا ولا كان شي حاجه جديده قولها لي صافي راك عارف فين غنكون. صافي انت تحرجني بحال. لا ماشي اي داكشي اللي قلتي هو اللي غنديرو حنا ما يمكنش نتجاوزكم. صافي كون هنا سيدي. بالسلامة. تفضل. شكرا. شنو جديد؟ عندي شي معلومات اضافيه على القضيه ديال الضابط كريم. اضافيه؟ نعم. راه ما غننشروا والو على هذه القضيه اللي كتهضر عليها. عندنا تعليمات باش ما نشروا والو لان المساله كتتعلق بامن الدوله، فهمتي؟ ولكن الشاف راه كاينه تطورات جديده. قلت لك وقف عليا كل شيء. تفضل السي كبير الله يخليك. راه كنعرفوا اش كنديروا. تفضل. بصرا ما تخلعيش انا كريم ما عرفتينيش. سلام كريم صافا؟ اسمح لي مع الظلام فراسك خلعتيني. كيف بقيتي شويه؟ صافا الحمد لله رجعت نخدم هذه كلكو جوغ. على سلامتك. المرة الجاية خاصك تحضي راسك شوية ما بقاتش ثقة. فيا؟ ميرسي. ما كانش عليك تعذب راسك. بغيت نعرض عليك العشاء. ما تقوليش لي لا. والله تبزاف عليا أنا فراسك راه الورد ما عمر شي حد جابو ليا. أنا عمر شي واحد معتقني من الموت. لازم ناخذك نهار اثنين مع 8 ونص صافا؟ ما تقوليش لي لا نعرفك ما خدامهاش نهار اثنين.
باش عرفتيني ما خدامش نهار الاثنين؟ انا بوليسي. صافي اتفقنا؟ واخا اتفقنا. كنت ما غاديش نعرفك بلا طابليه. كنت معاك زوينه. ميرسي ميرسي على الورد. كنت غادي نخدم نوصلك. راجب طونوبيل. لا 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 ماشي مشكله سير انا كنمشي مع ميلود. ميلود؟ ميلود هو الشيفور ديال الطاكسي اللي كيوصلني للخدمه وهو اللي جابك داك النهار فاش كنتي مضروب. اه ميلود واخا نوصلك للطاكسي باش نقول ليه شكرا حتى هو ما شكرتوش. الشيف السلام عليكم. الشيف بخير. شكرا على داك الشيء اللي درتي معاه. الله يبدو هذا واجب. الحمد لله على سلامتك من دوك خياتنا اللي فرش خوك داك التفرش يا خالد. وا سيدي بصرا في ثلاث طاكسي ديالك على الطوموبيله ديالي. وشنو راه بيرمي دو كونفيونس الشيف؟ ها فيها الطوموبيله والله الا فيها البركه حتى الكونتور ديالها حنين ما ياك ما شاء الله الله يحفظك. حنين ياك اليوم الشيف وتفكر انت حنا بشي غنباز ولا شي هندية ولا ها ترافات مسكين هذاك البوليسي الله يعمرها دار الله يلا دري عاطي الهيبه ماشي زعما ماشي حد اللي ما هوش كيبان لي الواحد كان حتى هذا المشموم اللي جاب لك حتى هو باين من الشكل ديالو هل الغنباز شويه ديال بالعمان شويه ديال هذا كيبان الدري كاين ماشي ما كاينش ياك ولا لا سبحان الله اسمح لي شنو هاد رافال داك البوليسي ظريف مسكين باين عليه شارب عقلو عاطي الهيبة باين فيه ولد الناس يا كاميلود مسكين عطاني الورد ورا داولك ورا داولك على النوار من قبيل علاش داولك ما نديش عليا راسي في من في النوار ولا في مول النوار فيهم جوج اسحبو غيدير لك مينوط في الاول جاي حتى جبد مشموم والله العظيم الا فاجئني خوار واش متأكدة باللي هو؟ أمي الهاشمية غير شتو هو يرجع ليا كلشي تلفت ليلا يتلفك أبنيتي شوفي الماضي فات وخا لي داز ماشي قليل نساي قلتي لي لقيتي اللي عاجبك وحتى انتي عاجباه علاش ما تفكري في المستقبل ديالك أبنيتي وما تضيعيش هاد الفرصة من يدك عندك الحق ميمتي خصني ننسى كلشي بشرى كتفكريني غالة عندك شي مشكل كتضحكي ما تنسينيش انا توحشتك بزاف امي الهاشمية غير برايي ونجي نخرجك عفا بنتي ما تنسينيش انا وبراي براي حنا عارفين بلي القضية فيها جماعة منظمة وعلى حسب المعلومات اللي عندنا عندهم قاعدة في واحد العمارة في هذه المنطقة العمارة كاينة هنا السي العربي تكلف بالمراقبة ديال العمارة حمزة تكلف بالاتصالات وانترنت باسيدي كاين شي جديد حضيتهم سيمانة كاملة ربما ياك ما غادروا المكان ولا ياك ما عقوبية ملي كنت مراقبهم نبقى عندنا وقت طلبوا من وكيل جلالة الملك الإذن باش تقتحموا المحل انت سي حمزة فين وصلتي للأسف ما مازال ما كاين والو نعم سيدي عندنا كارت بلانش لا بد نوصل النتيجة مخابرات الإسبانية والفرنسية والأمريكية كلهم أكدوا لنا بأن القاعدة معولة باش تقوم شي عملية في هذه الأيام سيد العميد حنا في حالة استنفار قصور مسيطرين على جميع المواقع الحساسة ايوا والكات كات فين وصلت؟ مازال والو عندنا أوامر باش نفضيو هاد القضية في أقرب الأجال وخبروني أول بأول حاضر سيدي تفضل شنو بغيتي تشربي؟ ما عرفتش بحالك جيب ان مارتيني بور مادمازيل وغاتجيب لي انا ويسكي اون ذا روكس بحال ديما تو دو سويت علاش كديري بحال هكا؟
كتعجبني انا لا صافي اسمح لي واش راه بغيت نقول لك انا عمري ما غادي ننسى داكشي اللي درتي معايا حياتي كلها درنا راسنا بها من الصباح انت راه غير تيغمق عنا هاد المواطن هذا كامل داعي وراكم اصحابي زربانين راه بعيدة حتى هاد واحد شوية تبان لكم داخلة المطربة مونة ما بانتش لا خويا اليوم روب نيتا يمرو كتغدا عندكم زهر ما تخدمش نهار الاثنين ديما الحق راه قلت لك البلانات ديالك ديما فارسين خرتينا حسن شي كاس ديال الفودكا اخو حسن خليهم جوج حاسب راسي مرتاح معاك وينات كزوينين تا وينات كزوينين اللي غادي نقولها لك غتقولي بحالها وي ولا قلت لك الشعر غتقولي بحالها وي وقبل كما كان للبحر اسم ولا كان للورد اسم ولا كان للشمس اسم ولا كان مرعى ولا كان عشب وقبلك كل النساء افتراض وكل القصائد كذب ولو أني لست أحبك أنت فماذا أحب؟ ما عندي ما تسألك كيفاش؟ من ديما كيعجبني نزار قباني لا عفاك والله تحت صبر سيسك هذا هو الآخر صافي أوكي الو دابا واخا نجي وصلك ما كاين بات ديرك شي حاجه لا الحمد لله منين جيتي كنغيدي ليا الصاك فين ساكنه يلاه نتوك معنا فين ساكنه انا ساكنه غير فهاد العماره شكرا الله يجازيك واخا نبقى معاك حتى طلع صارت سيدتنا من هنا هي الخرجه كانت مزروبه شي شويه ماشي مشكل نعاودو نشوفو ياك ان شاء الله مره اخرى المره الجايه انت اللي غادي تعرضي عليا ماشي الريستو مرحبا صباح الخير صباح الخير
الو وي شكون معايا؟ شوف اخر مره تعاود تعيط عليا. السلام عليكم. السلام ميلود عنده الجديد. جلس. قول لي داكشي اللي عاودتي لي. انا مع ضرب داك الفارط ديالي هما مفقاقر ديالهم خافوا. هذاك الشعار ديال داك الماتريكيل ما حققش النوامر مزيان، ما النوامر ما بانوش ليا. قول لي الجديد. هذاك ديال الراجل. دوك القطقاط القطقاط اللي هربوا فيها لوخ صور فيها بحال شي وجه ديال شي راجل لو عليه شي ليزار ازرق بحال هكا. دوك التواريك لا ماشي لا قطقاط ماشي هاد الماركه هادي ماشي توارق. لا كمل. المهم داك الراجل ديال بحال العينين ديالو تيبقى مرسون عمرسون ماشي دوريجين من لا ميزو داكشي تيخرج اللور القدام فين مرسون؟ في القطقاط. المهم ملي دازو اللي صار ديالهم هما اللي صار ديال الكابو ديال لور ديال القطقة تما مدقوقة هذيك اللعيبة تما عندهم. واخا سي ميلود شكرا ولا تفكرتي شي حاجة أخرى رجع بالغنى. واخا سيدي رد بالك من ذاك كبير الصحافي راه يجيب لك على المشاكل. هذاك أدريف والجرنان أنتم اللي تعرفوه ولا ما جدني أنتم. هلا بالميلود الوحده ديال الترافيك توزع هذا الامر باش تراقب اي كاتكات فيها راس ديال توارك. صافي حصلوا هاد الكلاب هادو شديناهم باقي هادي مراقبه ما تنساش الباركينغات والكراجات. صافي يلا Oui, d'accord, monsieur. Je me présente, Kiber, journaliste. Quand il y a un tchèque, il y a un dabit qui m'a mis à l'aise. Je me suis dit, il y a un tchèque, il y a un tchèque, il y a un tchèque. Ah bon? C'est où il y a un tchèque, il y a un tchèque. C'est où il y a un tchèque, il y a un tchèque. Je me suis dit, il y a un tchèque, il y a un tchèque. تقول لي غير داكشي اللي كان كيتقال في الغرفه ديال اللي كان الناس عندكم غادي نكتب لك مقال رائع هذا دابا زوينه الصوره ديالك كان غير الاولى في الصفحه الجايه من بعد نتعشى عندك كلخ. اشنو حاضينا؟ اشنو السي كريم ما نديروش خدمتنا هنا؟ اخبارك نقدروا نتابعوك تهمة التعرض الموظف اثناء مزاولة عمله راك قاري وعارف هادشي بلا ما نقولوا لك. شوف من الاخر غتخلينا نديروا خدمتنا وما تبقاش لاصق فينا. انا السي كريم حاجة أخرى بشرى نساها أنا علمتك. يلا تحرك.
مرحبا بك. عطيني لابي. تفضل. مرسي على الفلا. دغيا خصني نديرهم في الماء ياك؟ يا بغيتي. واخا دقيقة. عجبوك؟ شوف زوين. كوبلك انفيغ؟ انت انا اشرب معك. أول مرة؟ لا ديما كيدير لي بحال هكا. ماشي هو دابا راه كيمشي. يا اخي شو اللي فارق؟ يا بس شو؟ بس كيف كيف؟ دراري؟ كي جاكم هادشي؟ صافا با مال. خذها مجيد. فقرتيني يا صاحبي بالعصير. انت ما عندكش حاجة كتشرب غير الحلال هنايا. مصطفى ما داش علاش يفهم الحمار في سكنجبير. طب الويد ديالك والله انت بخير تبارك الله عليك. وين راك واحد المنافق اصاحبي؟ شاد الناس كاملين اللي كاينين هنا غادي ياك ويزيد والله ما تلقاش واحد كيضرهم. صافي ما تبيعش شي طابلو تعرض لنا اليوم. مرحبا الدريات تعاونوا. يلا كريم عاود لي شي حاجه عليك. ما كنعرف عليك والو. شنو بغيتي تعرفي؟ كلشي. انا ما تبوخ اللي عندي 4 سنين. كبرت من الوالدة، كانت هي با هي امي هي كلشي. الوصية ديال با كانت كريم خصو يقرا. قراتني وكبرتني وتمحنات معايا. اليوم كنحاول نعوض لها واخا غير شي شويه من داكشي اللي درت معايا. الله يخليها لك. امين. والبوليس؟ البوليس قال كانوا عزاز عليا الافلام ديال البوليس من كنت صغير. كانت تعجبني الكسوه ديالهم، كتعجبني الكيبي. هو داك تعاود ليا ملي كنت صغير فيما كنت كندوز حدا شي بوليسي كندير ليه السلام بحال هكا. كان اللي كيضحك اللي ما كيضحكش. اليوم خدام عليها وعلى راسي وبرضاها واقف. ملي طرا ليا داك الشيء تبدلوا فيا شي حوايج. كسرى إلا عرفت عليك ندوزو شي نهار في العربية تبغي؟ علاش؟ بغيت نقدم لك واحد السيدة عزيزة عليا. نبغي. الوقت كيدوز. غادي نمشي. حتى عندي الخدمة. كريم واش بصح غادي تزوج بديك السيدة؟ علاش كتسول؟ راه صاحبي راه فايتة مزوجة. من بعد ماشي مشكل بالنسبه لك. سيده زوينه قاريه متقفه ختامه كنتشاركوا بزاف د الحوايج اون بليس دو سا كتعجبني. واخا سيدي الله يرحم على ميتي. الله يرحم على ميتي. انا بغيت
سرت فيك بنيتي، بغيت سرت فيك تاع الطبيبه انا مزوقه. الله يا ربي الله على بنيتي، الله 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 يا ربي الله 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 شوفي اجل اختني اختني الا شويه صافي ما عندك مناش تخافي، دابا شويه غادي يجي الطبيب. واش مشيتي شتي البوليس؟ البوليس البوليس راه ديما كنمشي لعندو ما كيدير لي والو ما كيدير لي والو. وشحال نتوما مزوجين؟ من نهار خسرها بنيتي وهو داير لي هاد الحالة، هادشي حيت ما بغاتش تعطيه الفلوس باش يمشي يسكن. انا مزوقك فينا هو الطبيبة بنيتي، انا مزوقك حتى اللي سردا فيك، انا مزوقك الله يعاونك الله على بنيتي الله يعاونك الله يعاونك. وخويا ناتي زعما ترى مول الدار. يلاه بسم الله. فاطمة كبرتي على عفريتة، ياك مالية في الوالدة بعدا؟ مالية الحمد لله اللي هي معايا، بنتي هذيك الله يرضي عليها. وكولو نتوما ضعيفين بحال هكا، كولو كولو. المهم انت غادي نغلاضو معاك. مرحبا، كون قلتي لي غتجيب هاد الضيفة هاد الزوينة كراني ذبحت حولي. الله يخليك اخالتي، ما كاين لاش تعذبي راسك. ايوا بلا ما نوصيكم على بعضياتكم، تهلاو في بعضياتكم الله يرضي عليكم. اري ديك لي ديده الزوينه اري. الوالده راك دخلتي لها في خاطره. بشرى انت هي اللي قلبت على حياتي كلها، اش بغيتي توجي بيها؟ كريم انت ما كتعرفنيش شكون انا. كان كيجيب لي في الله ما كافيني غير دمك لي فاروقي. شنو قلتي؟ كنقسم لك ما حدك معايا عمرك ما بقات بكي. عندي مفاجأة واحدة اخرى. شنو هي؟ وليت كوميسار. بصح مبروك عليك. شنتي شحال مباركه مسعوده عليا ما جاوبتينيش. شنو داكشي اللي قلت لك في الاول؟ زعما واش باغي تزوج بيا؟ شوف اسيدي انا باغي نتزوج بيك وما كرهتش نغوت باش يسمعني كلشي. ما غوتي لالا شكون اللي حبسك؟ واخا انا نغوت. سيدي عايد الشرطة العلمية على ود البصمات. داكوغ مون كوميسار. <تصفيق>
والباقاش انا كنت كنتسنى ما يمشي مشي شبقى ما سي جدا مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يستعدون للحرب. إرهاصات الحرب بدأت منذ سيطرت جماعات جهادية يتهم بعضها بالارتباط بالقاعدة على شمال مالي قبل شهور. وإذ تستعد دول غرب إفريقيا بمساعدة فرنسا ودول غربية أخرى لإرسال جيوشها لاستعادة شمال مالي، تواصل القاعدة من جهتها حشد إمكاناتها العسكرية. هادي جهازو واش راك برات واحد المره تيقولوا لي على هاشمي دابا هذيك المره راه هي كاينه في داك مركز نور ديال الترويد ما عرفت واش عرفتيه عرفت ولي هاشميه كاينه على شي حاجه هاشميه مره كبيره دابا مشى جالسه تما ما كتحرك حاجه اخرى والدين بوشرى كانوا نقابيين وكانوا شدوهم في هذيك الوقت وبوشرى كانت حاضره ومن بعد في الحبس ماتوا تحت التعذيب وتكرفسوا مزيان يعني.
ميرسي بو حمزه. راه غادي نخليك دابا والله يجيب الشفاء لاله الهاشميه. الله اللي عالم. حبذا تكون مرتاحه وبخير وعلى خير. الله يكثر خيرك اوليدي. كلفتي راسك. ولكن شوف بليتي تستاهل. راه مزيانه بزاف وزوينه ومرضيه ومعقوله راهي بحال العسكري. قول. كنت اش داز عليها راني عاودت لك. وبقات صابره مسكينه حتى وقفت على رجليها. بصرا ما كتنعش مزيان هاد الايامات. كدير دي كوشمار. وانا حاس كاينه شي حاجه شاغلاها. بغيتك تشوفها. عاودي اون ديتاي شنو قال المدام حتى وصلت لهاد الاكتويال ديالها. فداكشي اللي كتعرف. قالوا لي بلي بصرا حضرت الاعتقال ديال والديها ملي كانت صغيره. حمزة واحد دقيقة دخليك خليت لك الراحة خليك تخدم مع راسك وباش ما كان نسخة فيك شكرا باي صافي الورقة اللي لقيت في العمارة عطات شي حاجة؟ لقيت الكونتاكت ديال الخلية والقاعدة في واحد السيت انترنيت والايميل ديال الخلية كاين في شي سيبر هنا في المدينة غادي ديروا السيبر تحت المراقبة المشددة واش شي فرية تامة بحال ديما شوف مول السيبر واش تقدر تخرج منه شي حاجه ضروري انا مشيت بانوا لي لي سير عييت بزاف اليوم خديت دي سومنيفير باش غير نحط راسي نعس واش راه علاش ما تشوفيش امسي وعلاش امسي جربي هادشي ديال العيا دغيا غادي يفوت وانا ما كنامنش بلي بسي وانا ما كنامنش بلي سومنيفير مابقيتش بغيت نشوفكم برسطا كل ليله ودي كوشمار اليوم دويت مع دكتور ناجي وبلوس سي ان امي وقال لي يقدر يستقبلك شنو بالك واش انت غنجي استاذ غنمشي ايوا ملي دويتي معاه غادي يمشي ما يكون غير خاطرك هذيك البنيتة الصغيرة كتبكي في لوبيتال ما عرفتش شنو طرا ليا ما بقيتش كنعس مزيان ولا نعس كنفيق بلي كوشمار وكلي كنترعد كيدير هاد لي كوشمار ما بقيتش عاقله شي رجال تابعين انا وصاحبتي فريدة تقدري تقولي كيفاش دايرين شحال من واحد ما عقلتش مزيان كانوا يمكن جوج ولا ثلاثة من بعد؟ من بعد كنبقاو كنجريو في الغابة و شوية صاحبتي فريدة كطيح و أنا كنهرب كنبقى مخبية بعيد كنشوفهم كيتكرفسو عليها شحال كان عندها منعم؟ شنو؟ صاحبتك اللي سكرتو عليها شحال كان عندها منعم؟ كان عندها 13 عام اوكي نحبسو اليوم
نشوفك دون دو سمان خليك ترتاحي شي شويه واخا غادي نعطيك دي سومنيفير ونعطيك اوسي دي كالمون السلام عليكم وعليكم السلام شي بوست ترونكيل ترونكيل شوف إذا كتقلب على هذا سيت ويب سبيسيال عندي لك دي زادريس ما طيحش عليهم بنادم نيو مزيان اش بان لك غادي نعطيك البوست كارت ماشي معايا صافية جي خصني نتصل واحد دقيقة جيتي بكري اليوم عرفتي داك لافام 42 الله يرحمها بقات مسكينة حتى خوات من الدم السيبر واخو علمني علمني يلا الله يعلم مازال ما ساليتي اسمح لي لو تخليتك تسمع غير سير ما غاديش ندخل للدار اليوم سيري جماعه طلع نجي نجيب لا لا صافي غير دخل مازال عندي الخدمه صافا وي صافا شوف وي شوف صباح الخير كني لا طاح واش نقول لك اختي قولي وشربي وعيشي ليا الحياه السيد كيبان ليا بوك العاقه ولا كنتي حاجه تجي من بعد اش فيها يا اختي والله ما عرفت نجربوا بوكو نعم هاي توتلو سيزي يا صاحبي من المطرب المطرب كبلي كبلي سيدي
مجيد تعطل شغل عليا سعيد مجيد مجيد اش شغلي فيه يجي ولا ما يجيش شفت تسحب لي راسو ديك البغل لما كانت شي بنت معايا تجي يدور بها داك النهار اخويا مصطفى كنت مع خطيبتي هو يجي بدا تيحوم عليها بحال طيره بقر ولا ما عطانيش بغيتي ساعه مجيد قال لها هاد الهضره اللي قلت لك نقطعهم ليه صاحبي الله يهديكم بيناتكم وصافي هادشي اللي كاين ما فهمتش حنا خوت وصحاب صاحبي نسيتي هي ماتنا علاش كون كنتي دبر لينا ها وكنتي دوز ليهم هو الاول عندنا اسمح لي هادي راه ما هضره مع الله المهم انا ما عطانيش بشي ساعه غادي نقطعهم من هادي غادي اش غادير كمل كاسك اخويا الله نشوف حالك مبغيش نمشي يلا صاحبي نوصلك معايا في الطريق خليني مصطفى مبغيش نمشي على ما فهمت ان بشرى فرغت داك التروماتيزم ديال الشوف الصغر ديالها ودوزاتو لشي وحده صاحبتها هادشي هو اللي كيشرح لي لا فوبي اللي عندها من جهه الرجال دابا عاد فهمت الحاله ديالها خاصها غير شي شويه ديال الصبر كريم ما كنعرف العيالات كيبغوا الخطر ما تخافش من الناحيه ميرسي بقيتيني كنقلب عليك من بعد حد داكشي وتبعني للكراج خلينا نخدموا الله يخليكم راه حتى حنا كنديروا خدمتنا الشريف خلي بعدك الشرطه العلميه تكمل خدمتها والا قصتي شي حاجه غادي تخربق لنا كلشي يلا برا الله يستر عليك يلا عزيز يلا ماشي معنا شكرا السيد اتحرك يلا عزيز صافي بركه قولي قلبتي هاد الفيسا السيد طلب لي كيدير وانت كي بغيتي نكون شكون خلى دخيتي يدخل شكون المهم اش عندنا هنايا هذا سيدي مات مخلوق ماشي مخده وغالبا بهاد المخده هادي اللي حداه مخده وا وهاد الدم هذا منين جا بغيت تشوف معلوم نشوف تو سويت يلا قطعوا لي حجرو جاريه ما هادي ما يكون اي شي مصوني ولا شي صداع شي حمق المهم منير تكلف شوفي الهويه ديال السيد هذا قلب العماره كلها دار بدار وخذ معك ابراهيم قلبوا الحي كله زنقه زنقه وشوف لا تلقى شي معلومات اللي تنفعنا هذا هو مجيد ومزيد في تماره والسبب الرئيسي ماشي هو السرقه عاد تقول لي السبب الرئيسي ماشي هو السرقه هاد الترميله هادي ما بانتكش راه باينه ماشي السبب هو السرقه بون انا خليتكم انا مشيت ان شاء الله غادي يوصلك التقرير بعد التشريح الله يعاونكم بونسوار فاتي صافا بونسوار الحمد لله باش لك بوجره هيا دابا غتكون هنايا صافا فاتي عافاك دابا عيطي الدكتور حاتم راه محتاجين صافا وي صافا ما تدخليش اسمح لي بزاف كريم ما يمكنش لي ندخل اليوم عاوتاني ماشي بيدي بزاف ديال الخدمه ما لقيتش حتى الوقت باش نعيط عليكم نقول لك بلا ما تجي لا لا عندهم بزاف هاد المرضى واخا ما كاينش مشكل يلا انا غادي نمشي صافي كوراج بشرى
بشرى اش واقع؟ كان ممكن تمشي معاه، علاش خليتيه يمشي بوحدو؟ ما تقوليش ليا مخاصمين. بس ابراهيم فين وصلنا؟ وانا مسي هي الخدامه هي اللي لقات جوتها 5 سنين وهي خدامه عنده، مالف كيخلي لها الفلوس اليوم ما خلى لها والو. جات لقات الباب محلول، دخلات حلات باب الغرفه وخرجت كتجري على الماتنه. منير شنو شفتي عنده في الفيديو؟ هما فيديوهات عاديين صراحه الموجودين في السوق. هو كان سمسار، قلبت في الريبرتوار ديال التليفون ديالو لقيت بزاف ديال النوامر، منهم شي مقاولين شي سماسريه. حاولت نربط شي اتصال بش واحد منهم باش نقلق للسوق ونعرفهم في كيعمر في كيجلس. قالوا راه كيشرب قهوه واحده حدا المارشي. ايوا مشيت شتي ديك القهوه؟ لا مازال، ولكن عوان نمشي هذا الصباح. وشي خبر على الشرطه العلميه؟ الشرطه العلميه كلشي عندك في التقرير. لقينا بزاف ديال البصمات من غير ديال الضحيه، وفي الفراش لقات زغبه كحله طويله غالبا تكون مع شي مرا، تقدر تكون هي اللي قاتله. زغبه طويله، كيفاش المرأة غادي تقدر ترتكب جريمة بهذه الطريقة هذه؟ السلام عليكم. جبت لك نتائج التشريح. شنو عندنا هنا؟ الضحية سيدي كان مخدر بكمية كبيرة ديال السومنيفير. هادشي راه مأكد في كاس ديال الشراب. والشرطة العلمية راه موقع على داكشي. دابا بدات الأمور تتوضح. عندنا واحد دروقاوه وقتلوه، وعندنا زغبه طويله كحله ديال المراه، ولكن يمكن تكون ديال شي راجل غير دار بيريك. معقول المعلم؟ اه بون، انا خليتكم موتا ما كيتسناوش. بون كوراج. عانك الله خويا. سي منير نشوف واش كاين شي حاجه جديده. واخا شيف. يلا جوج نص نص عصير ليمون. قول لي كتعرف هذا بنادم؟ ما جيت السمسار هذا ما جاش اليوم، بزاف الناس كيسولوا عليه. راه البوليس اللي كيقلب عليه. ياك ما دار شي زبله موالف يديرها. كتعرفوا مع مكعمر؟ هو عنده بزاف ديال الكليان، ولكن عنده واحد جوج صحابو ديما تيجيو معاه. هاد الجوج الا شفتيهم تقدر تعرفهم؟ بيان سير، راه الكليان ديالنا. انت اخر مره شفتيهم؟ ياك ما دار شي مصيبه. انا هنا اللي كنسول. شفتو واش البارح ولا البارح؟ ما عقلتش. وزقي معايا الله حموريدي، واش شفتيه البارح ولا هو البارح؟ شاف، راه قلت لك واش البارح ولا هو البارح، والله ما عقلتش. شوف ها لاكارت فيزيت ديالي، كان شي حاجه عيط ليا، وإلا لبانوا ليك هذوك الجوج اتصل بيا. وحمزه دابا؟ واخا انا جاي نجي نوصلك ونمشي. ديفيزيونير بغانا. لا كريم صافي، غير سير، انا نشد الطاكسي ونمشي. لا لا طلع غنوصلك. سيل دوبلي صافي هانت سير. صافي نتلقى في الدار. وي وي سير. انا عيطت لك منين سالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو صاحب مجيد؟ فين هو صاحبي؟ راه تعطل عليا، هو اللي مصيفطك. بوليس، وانا اللي كنسولك. شنو سميتك؟ سميتي مصطفى، انا فنان تشكيلي. وشوف راه ما عندي حتى شي علاقه بليزافير ديال مجيد. فنان تشكيلي وليزافير، ما في خبرك والو؟ لا اش وقع؟ صاحبك مات. كيفاش مات؟ لقيناه مقتول. كيفاش مقتول؟ كيفاش مقتول؟ هو داكشي علاش راني هنا. قولي اخر مره شفتيه. اخر مره والبارح شربنا قهوه جميع، ومن بعد انا خليتهم ومشيت. صافي، عندك شي حاجه ما تضيفها ليا؟ اسمح لي، راك صدمتيني. صدمتي؟ صاحبكم سميتو ذكرني في السميه ديالو، كيكون معكم ديما؟ عدنان. عدنان، عندك الرقم التليفون ديالو؟
اجيتها هذا اش من ايطاج اجيتها ما عجباتكش اجيتها بوليس سمح لي الشر والله ما عرفتك يلا خرج عاد دابا شويه راه ديك هي بلاصتو فين بلاصيتي انت شوف اذا بالك دوز عندي الكوميساريه كون انا الشر نعول عليك سمح لي واخا مقلقه عليك مباركم سعود الراجل ولد الناس والله يعمر هدر وكيبغيك وباش عرفتيها وزارني انا الله يكثر خيره ما قال لي والو ايوا جا عندي بغى يعرفني ويعرف عليك كلشي واخا وشنو قلتي ليه ايوا حكيت لي على والديك الحقيقيين الله يرحمهم وحكيت لي على لا لا قرايتك وحكيت لي وشنو اخر ايوا واش عندي كاع ما نعاود ليه شوفي انا عجبني راجل تحلم به كل شابه بشرى شتك ما فرحانه بنيتي الحمد ربي وشكري اللي جاب لك الله راجل بحاله وتهلاي في راسك بنيتي وما تخلي حتى شي حد يخسر لك الفرحه ديالك واخا ما فيهاش ميه ما يكون غير خاطرك شي حاجه والو انا مازال مراقبين الدار العربي ومشى من الجهه الاخرى ما تعرف عندك من ناس وطرار وي بشرى وي ما تسنانيش ما جايش اوكي يلا تصبح على خير ماشي خاصك شي حاجه لا والو وانا في البيرو ما شي حاجه عيط لي جي ندخل لداخل شوف واش يمكن نجيب لهم ولا شي تفضل زيد زيد واحد دقيقه الله شو سيدي بعدا تبارك الله عليك هادشي رائع يبارك فيك كبير جورناليست لالا عزيزه ناطر فوتوغراف متشرفين تفضلوا هي تكتبوا علينا شي مقال بخير ان شاء الله غير هو عندي شي اسئله هذاك صاحبك مجيد واش ما كان عنده شي اعداء لا مجيد الله يرحمه ما كانوش عنده اعداء لا غير بغيت نعرف شكون اللي يقدر يدير هاد الفعلات ستعرف السي كبير هذه الخدمه ديال البوليس الا 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 شنو مستحيل عدنان مال عدنان مالو لا والو غير عدنان هادي واحد ثلاث ايام كان سكران وكان كاعي شويه من مجيد وقال لي بلي اشنو قالك قال لي بلي غيقطعو مليح تبسلي على خطيبته فين عدنان لقاه فين ما عرفتش وهذا الشيء علمتي به البوليس صراحه ما قلت لهم والو انا كان نصيحه خصك تقولها للبوليس سينو غادي يتهموك بالتستر على الجريمه وي حمزه فين في السيبر واخا نجي دار
وقف تما وقف. تهدينا ولدي الله يرضي عليك، خدم عقلك شويه، حنا راه بغينا لك غير الخير. تيريو الكفار تيريو اللي ما نتفرقوا كاملين. حيد داكشي وخلينا نتفاهموا. ما كنتفاهمش انت مع هذا الشيطان. الله اكبر. لا لا الله اكبر. لا أنا اللي تنقول ليه خوك وصاحبك هو مشا قتلو، قطعهم ليه. انت ما ديرهاش على قبلي. خلينا نمون عافاك من التفليه، نرى النعاس مبقاش يجيني، حتى الشراب مبقى يدير فيا والو. نساو علينا هاد الهم وقلبوا الموضوع، غني لي شي أغنية اللي تبرد ليه الخاطر. ولا بغي يسمعني. معلش لا، طبيعة الحال. أنا بعشقك، أنا كلي لك. أنا يلا فاتن. أنا بعشقك أنا، وأنا كلي لك. أنا ويا من ملك روحي بهواك، روحي بهواك. الأمر لك طول الحياة، طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. دار لي عاق وبيض. ويلا ضرب عليهم. سالي هاشم تفضل. تفضل سيدي، انا جيت غير باش نهنيك على الخدمه الرائعه ديالك وباش نقول لك بلي سي تاقي راه فرحان ونشط. شكرا. وانت فين وصلتي في القضيه ديالك؟ لقيتو داك الصاحب الاخر؟ لا عندنا مازال، ولكن على حساب الكونسيرج قال لك راه باقي ما دخلش. وي شيري ما تسنينش. واي عندي بيرمانونس. عارف فات بغيت موسي. Thank you.
صافي كنت خارج بيرمانوس لقى واحد الطوموبيل واقفه جهه الفار وهو يهبطوا يشوفوا شنو كاين ساعه جاتهم ابل ايرجون طريق سيدي عبد الرحمن رجعوا عاوتاني لقاو الطوموبيل مازال واقفه في بلاصتها ومن بعد من بعد الطوموبيل عند الماتريك ديال المشتبه فيه اللي هو عدنان ملي نقلبوا الطوموبيل لقاو شي واحد ميت انا كنظن هذا ما غادي يكون غير عدنان والشرطه العلميه الشرطه العلميه راه في المكان وراهم كيتسناو فينا يلا سير سير السلام عليكم اش عندنا هنا كيظهر من اللون بان نفس الحريقه كيفاش حتى هذا مقطعينه مليح ما عندك زهره ولي عندك الحق من كوميسار عندنا الضحيه بل الاحتمال الوحيد اللي عندنا زنا فيه المياك قولي كيفاش مات هذا نعسوه بشي بومبه راه تلقى عند التقنين ومن بعد ضربوا بدقه قويه فوق الراس الضربه شفتها في دماغه يا بخي خشوا فيه موس جهة القلب وهذا الموس قطعوا ليه راك عارف فهمت والموس لقيته؟ ما قدرتش نقول لك شوف مع لي كوليك ديالك سيبو تخافي على شوف واحد شويه سمح لي نعم نسمع دقيقه الله يخليك شبغا دعوت اشنو ممكن لكم تقولون على الجريمه البشعه وعليكم السلام سمح لي نعم وعليكم السلام شوف الله يخليك بعد على الطوموبيل الساعه حنا براسنا مازال ما عارفينش وشوف مره اخرى ما تنساش الكاسك وجي لي بيجاما احنا دابا قدام سلسله ديال الجرائم جمعها خيط واحد نفس الطريقه جوج ديال الضحايا صحاب ولكن شنو هو الدافع خاصنا نردو بالنا مع صديق الثالث اش المعمول حتى الشهيد ديالنا مشى ابراهيم غتمشي تبحث على العائله ديال مجيد وعدنان وحاول تجيب لنا من عندهم تفاصيل نعتمدوا عليها واخا انت السي منير غتمشي عندك مصطفى وراه ضروري تلقى عنده شي حاجه اللي تنفعنا تاخذ سعاده الكوميسير يلا صباح النور صباح الخير اش ما فيقتيش نفطر معاك شتك ناعس بحال شي بيبي ما بغيتش نفيقك توحشتك حتى انا توحشتك ناس شي مزيان ما عمري ناس مرتاحة بحال اليوم ملي دخلت لقيتك ناعسة هزيتك حطيتك في الفراش غيوا ياك فين وصلتي مع الخدمة صافا صافا الحمد لله صافا نص بيان صافا نص تخي بيان كنوجدوا واحد لا كونفيرونس دو بريس انا السوبيريور ديالي الحمد لله حنا دايرين خدمتنا هاد الساعه والكاميرا على الله ما قلتش لك هذوك اللي كانوا تعداو عليا شتينا بصح مزيان يلا انا من الصباح وانا كناكل مشي الخدمه باي 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 بون كوراج ميرسي
سالي شيف أمدرا. مشيت للعائلة ديال الوالدين ديال داك مجيد ما عطاوني حتى هضرة والو. شوف أنا دابا مزروب واحد شوية ولكن بغيتك تمشي تبع مصطفى وما تطلقش منه. مصطفى يعني. اوكي القاعدة في شمال إفريقيا تمكنات باش تقوم بعمليات تخريبية في الجزائر والمغرب وفتحت جبهات في ساحل جنوب الصحراء. أكمي صبحات شبكة مقننة ومتشعبة في هذه المنطقة. كاين شي سؤال؟ واش يمكن لكم تشرحوا لنا بالضبط كيفاش تمكنتوا باش تقضيوا على هذه الخلية؟ وفيه سؤال آخر ملحق به هو كيفاش المغرب مستهدف في هذه القضية هذه بشكل خاص؟ المغرب مستهدف من طرف القاعدة بصفة خاصة لأن الموقع الجغرافي للمغرب موقع متميز، لأن السياسة اللي تنهجها المغرب سياسة متميزة. والجواب على الشطر الأول من السؤال ديالكم اللي يمكن يقول هو أننا تنهج استراتيجية استباقية. سؤال آخر تفضل. أحمد عيسى جريدة الأفق. سيد العميد شنو هي الأهداف ديال الخلية اللي تم التفكيك ديالها مؤخرا؟ سي كريم. هي كانت خلية كتقوم بعمليات استقطاب وتجنيد في أوساط الشباب باش يرسلوهم لمالي. هاد التجنيد كان كيوقع عبر الشبكات التواصلية والمواقع الاجتماعية. تفضل. واش لقيتو عليهم القبض من المعسكرات ديالهم بحال هادوك ديال المحمدية؟ فعلا من قبل كانوا كيلجؤوا للمعسكرات وفكينا منهم ما يقارب 90%. سيد العميد اسمح لي سيد العميد، بغيت غير نعرف شحال من وحدة قدرتوا تفكوا لحد الساعة. منذ 16 مايو تمكننا باش نفكوا ما يناهز 115 الوحدة. إضافة أخرى بناء على السؤال الأول ديالي، واش استعنتوا بشي وحدات خاصة من أجل تفكيك هذه الخلايا؟ أكيد عندنا فرق متخصصة في المتفجرات، في الإعلاميات، في المواصلات وما دون ذلك. آخر سؤال. السؤال ديالي هو واش كاين شي نوع من التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الآفة على الصعيد الدولي وكيفاش؟ الإرهابيون لا يعترفون بالحدود وعندهم قوة خارقة للتحرك، فلهذا لابد من تعاون مستمر ودائم مع دول المنطقة. شكرا لكم. بارك عليا من هاد البول الميريكان، ما حدي كنشربو والبولة ما بغات تفرقني. عياني هاد البروستات. تبارك الله عليك. هادو شو بالك حبيبي شو غير وشو غير شو وفين بالسلام؟ أنا جاني شوية صداع هنا. شو بالك حبيبي شو بوركوا با مي ما نتعطلوش، خصني نرجع في الصباح بكري. لا كاس ولا جوج يا بخير مني. سامخش أنا مشي نبدل عليا 2 مينوت ونرجع. فين هذا اللي كان هنا؟ الله خرجوا مولا. خرج الله خرجوا. تاكسي.
هذا اللعب ديال الدراري يا سي ابراهيم. خاصك تعرف بلي راك مسؤول على المود ديال داك السيد. لحقاش كون درتي خدمتك مزيان وراه باقي بالحياه. تبعتو الشاف راني تبعتو. ما غير ملي شفت السيده خرجات قلت نعس. قلتي؟ اش قلتي؟ واش عندك ما تقول؟ يلا غتنوض دابا تحضرها ليا. دابا نيت. واخا الشاف. يلا. هاشم جريمة واحدة أخرى نفس الطريقة. نفس الطريقة ونفس الأسلوب، ولكن المجرم راه عندنا. واحد البنت كتغني في كاباري وسين فام. أيه فامونستر صاحبي هذي. قولي داكشي اللي بغيتي. يلا سيد سيد سيد. فاش درت؟ حنا اللي درنا، انت ما درتيش. هادي بلاش. ما عندكش لاكارد اليوم ياك؟ لا كنتسناك حتى تجي. تفاصيل ما غاديش نتعطل بزاف. روح على الطرابلسي باش نمشي مع المحكمة. قرقب عليك من الحرام اللي قطعته من دوك الثلاثة. بصح؟ شتو ما دار والو في التلفازة. بغاوش يخلعوا الناس ولا بغاوش يصدموهم؟ ما عرفتش. شنو سميتها؟ منى. منى شي حاجه تغني في واحد الكباري. الحبيبه ديالي جدام جدام جدام. الحبيبه ديالي دابا حنا مستقرين تو فا بيان. كرهت شي وليدات يعمروا عندنا الدار. شنو قلتي؟ مالك على هاد الطموح؟ تجي سنسيبل. يلا انا مشيت سوسوا. يلا جدا شحال زوينه من فمك. يلا سوسوا نخلي. صاب البارح ما نعاودش نجي مزيان. حلال.
نسيتي شي حاجه؟ ما نسيت حتى حاجه، حتى انت ما نسيتيش. بشرى اما الاخرين ما كنعرفهمش، عمري ما شفتهم. انا بريئه، انا بريئه عباد الله، انا بريئه. خليها خليها تدوس. جيت نقول لكم بلي هادشي اللي قالته هاد السيده بصح، هاد السيده عندها الحق. انا اللي درت كلشي، انا اللي قتلت هادوك ثلاثة ديال الرجال، انا اللي قتلتهم باش يرجع الحق لمواليه. ودابا ما بغيتكمش تغلطوا في حق هاد السيده، حيت صافي بركه غلطتوا في حقي انا ملي كان عندي 13 عام. هادوك ثلاثة ديال الكلاب اللي داير عليهم هادشي كله اغتصبوني واحد مورا الاخر بلا شفقه ولا رحمه. والوقت اللي كان خصني نكون كنلعب مع صحباتي كنت واقفه هنا ما عارفاش راسي واش انا بنيته صغيرة عندها 13 عام ولا امراه مقتوله ومسخه من الداخل. مصطفى عقلت عليه مزيان، عينيه ما عمرهم يتنساو ليا، وهو تستر على صحابه. عرفتوا باش عاقبوه؟ انتوما اللي جالسين عرفتوه باش عاقبوه؟ زوجوني ليه باش فعود ما يغتصبني مره واحده وبالتخبيه يغتصبني كل ليله وبالطريقه اللي بغى. غير هاد المره بالقانون. كريم اسمح لي عافاك، داكشي كان كثر مني. عارفه بلي بغيتيني بصح، حتى انا جرح كان كبير وانت جيتي معطل بزاف، لقيتيني تكليت من الداخل. عافاك لما سمح لي. ملي شفت هادوك ثلاثة ديال الرجال ما عرفتش شنو وقع ليا، حسيت براسي غادي تفرقع. جاتني الضبابة على عيني، بدات كتبان ليا فكرة وحدة هي نقتلهم كاملين ولا نموت. وداكشي اللي درت، ودابا جيت باش نعترف حداكم كاملين أنا اللي قتلتهم، ولولا رجع الزمان باللور غنعاود نقتلهم وبلا ما نحن. دابا عاد كنحس براسي حرة. صافي دابا تقدروا ديروا اللي بغيتوا.
Oh.